ممكن الكشف عن حالة السمع عند الأطفال بعد الولادة مباشرة عن طريق المسح السمعي، لأن الإذن السليمة تستجيب للأصوات الخارجية عن طريق ذبذبات تصدرها الخلايا الحسية الموجودة في القوقعة. هذه الخلايا تتحرك استجابة للأصوات الخارجية، وممكن إحنا نقيس هذه الأصوات في قناة الإذن السليمة. هذا الفحص يعتبر مهم جدا، لأنه هو الخطوة الأولى في عملية تقديم العلاج للأطفال.